انا النهارده هبدا اصب التفايه بتاعتي في الطنبه اللي انا كنت عاملها الفيديو اللي فات. انا هحط لكم الفيديو اللي انا عملت الطنبه دي في الديسكريبشن عندنا تحت او في الوصف. يعني هصب فيه ماده اسمها كيموبوكسي كاست. طبعا كيموبوكسي كاست دي يعني احسن ماده لغايه دلوقتي موجوده بتطلع معانتي كويسه، شفافيه 100% عن زي الميه بالظبط، ما بيخزنش جواه فقاعات الهواء او كده. يعني هو بصراحه هم عملوا الاول كيموبوكسي اللي هو كان اسمه 150، وبعدين عملوا كيم بوكسي 150 3D، وبعدين عملوا الكاست ده اللي هو احدث حاجة، بيتخلط بالمصلب بتاعه بنسبة 3:1، يعني بنحط 3 من ده لواحد من ده. انا هبدأ اخلط المزيج بتاعي في الكوباية دي وبعدين اصبها هنا، وجايب معايا لون اسود علشان انا حابب اخلي الطفايه لونها اسود، يعني تبقى شفافه مسوده شويه. طبعا انا عيرت الشكل ده او القالب السيليكون ده محتاج مني قد ايه من ماده السي ام بي كيموبوكسي كاست دي. عيرتها المفروض يعني بتعيرها بميزان، ميزان جرامات، بتحط كوبايه عليه وبعدين بتعاير بالظبط عشان كل حاجه تطلع مظبوطه. انا عيرتها شوية بطريقة تانية، بطريقة عملتها الفيديو اللي فات حتى في السيليكون. طريقة المية، ان انا احط مية هنا واعرف هي قد ايه واعيرها، واحط هنا 3:1 واحط على مقطع الكوباية. يمكن الطريقة هتبقى اوضح لو انتوا رجعتوا برضو للفيديو التاني. انا هبدأ دلوقتي على طول بتخليتي المواد بتاعتي، وان انا اصبها هنا هي هنسيبها 24 ساعة عشان تنشف تماما، وبعدين نرجع اوريها لكم تاني. دلوقتي هبدأ ان انا اصبها. بس الاول طبعا افتح بس الازازة بتاعتي، هحتاج اداة حادة شوية. هي طبعا مقفولة كويس جدا عشان ما تنزلش يعني مننا. وبرضو نسيت اقول لكم ان انتوا يعني احسن حاجة تستخدموا قفازات، او يعني يستحسن تكون طبية مش بلاستيك زي اللي انا لابسها دي، يعني اي حاجة بس تحمي ايديكوا، لان مهما كانت برضو دي مواد كيميائية وممكن تأذي ايديكوا. يعني فيفضل ان انتوا تستخدموا جوانتي لو ما عندكوش اللي هو الجوانتي الطبي، على الاقل تستخدموا جوانتي زي البلاستيك كده. يعني بسم الله. انا دلوقتي خلاص حطيت المواد بتاعتي الكيموبوكسي بتاعي بنسبة 3:1 زي ما هما قالوا بالظبط. هبدأ بعصاية او اي حاجة ان انا اخلط المزيج ده، لازم اخلطه كويس جدا. كل ما يعني شفافيته بتزيد، كل ما هو معنى كده ان هو اتخلط كويس. اقدر ان انا استخدم الالوان دي، يعني يا دوب بحط تشعيره بس عشان ما غمقش اللون. بحط تشعيره كمان. كل ما بقلب المادة بتزيد شفافية. انا هقفل بس اللون بتاعي. ممكن تقعد تقلب لحد 5 دقايق يعني تمتزج خالص، تمتزج تماما تماما.
في ناس بتقلب المادة دي لما بتكون بتعمل شكل كبير، والمادة دي كتير بيقلبوها زي شنيور مثلا، بيقعدوا يقلبوا بيها المادة دي بحيث ان هي بتتخلق كويس وبسرعة، بدل ما انا اقعد اقلب بايدي كده فترة طويلة يعني. ممكن في وسط المادة دي نحط جليتر مثلا أو أي حاجة هنحطها، بس بعد ما نصبها يعني. يعني احنا دلوقتي خلاص خلطنا المادة دي وبدأت صبها كده، هي بتطرد كل الفقاعات اللي جواها. عندي جليتر كده لونه اسود، هحط برضو منه شوية. وهقلب من على السطح كده تقريبا بسيطة بس. يعني هبين لكم اكتر ليه انا حطيت الجليتر ده وليه انا حطيت اللون الاسود اصلا، عشان يعني اكثر الشفافية بتاعت الطفاية شوية بس لما اخلعها. ده الطفاية اللي احنا صبناها امبارح في الاسطمبة بتاعت السيليكون. الاسطمبة دي طبعا احنا كنا عاملينها قبل كده في فيديو، هتلاقوه موجود تحت الفيديو لو انتوا حابين تعرفوا احنا كنا عاملين الاسطمبة دي ازاي. كنا عملناها الطفاية دي، يعني دي الأصلية. هنشوف اللي احنا عملناه امبارح ده طالع شبهها بالظبط ولا لأ. احنا طبعا صبينا مادة اسمها الكيما بوكسي كاست في الاسطمبة السيليكون دي، وسيبناه يوم لغاية لما تنشف. في بس خطوة عملناها زيادة بين عملية الصب وبين ان احنا النهاردة هنفكها، ان احنا بعد ما انا صبيتها، بعد ما قفلت الفيديو وصبيتها، قعدت اشوف لو في فقاعات طالعة على الوش، لان المادة دي سائلة جدا بتطرد الفقاعات اللي جواها، بتطردها على الوش فوق. فلو في فقاعات ظاهرة عندي، او غالبا بيبقى في فقاعات ظاهرة عندي، بشيلها ازاي بقى؟ بستخدم سشوار زي ده كده، وبقعد بالهواء السخن ده بوجهه لوجه الشكل بتاعي اللي هو عليه الفقاعات. يعني لما بوجه الهواء السخن ده ناحية الفقاعات، الفقاعات دي بتختفي او بتفتح وبتنتهي. يعني انتوا بس بعد ما تصبوا بنص ساعة، حاولوا بس تشيلوا الفقاعات دي وخلاص، مرة او اتنين كل ما تظهر وخلاص، يعني بعد كده مش تظهر تاني. دلوقتي احنا هنفك اسطمبة السيليكون بتاعتنا، نطلع الطفاية من جواها. اهي الطفاية اهي. انا بس هغير الفوكس بتاع الكاميرا عشان يبان. زي ما انتم شايفين يعني ادق التفاصيل طالعة في الطفاية. هحطها لكم جنب الاصلية دلوقتي، وهتلاقوها يعني نسخة منها بالظبط، نفس كل حاجة، ادق التفاصيل طالعة فيها. طبعا انا امبارح قلت لكم انا هقول لكم ليه انا استخدمت الجليتر واستخدمت يعني لون اسود شوية. هي الفكرة بس عشان ال توت عنخ آمون او الشكل اللي في نص الطفاية ده يبقى ظاهر. يعني نعد الفوكس تاني. يعني نسخة متطابقة من الطفاية.
كل تفاصيلها يعني. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هقول لكم ازاي تطلعوا شكل جلوسي للحاجه، او ازاي تلموها وتصنفروها وتخلوها شكلها عامل زي الازاز. طبعا مش الطفايه دي، يعني الطفايه دي انا عاملها كده ستايلها زي ما مش جلوسي مش لميع يعني. في الفيديوهات الجاية ان شاء الله لما تتابعوني هتلاقوني بتكلم عن اساليب جديدة واشكال جديدة، وهعمل لكم حاجة جديدة. فاتمنى ان انتوا تتابعوني وتعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم ان شاء الله، او عجبكم المحتوى اللي انا بقدمه بشكل عام. وشكرا.